بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، نقوم اليوم بتحليل نص أدبي بمختلف خطواته من بناء فكري ولغوي وحتى تقويم نقدي، وذلك خدمة للطلبة الأعزاء. يقول نزار قباني في قصيدته من مفكرة عاشق دمشقي: فرشت فوق ثراك الطاهر الهدب، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة؟ يا شام إن جراحي لا ظفاف لها، فامسحي عن جبيني الحزن والتعب، وأرجعيني إلى أسوار مطرستي، وأرجعي الحبر والطبشور والكتب. وكم رسمت على حيطانها صورا، وكم كسرت على أدراجها لعبا. أتيت من رحم الأحزان يا وطني، أقبل الأرض والأبواب والشهبا. دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربا؟ سقوا فلسطين أحلاما ملونة، وأطعموها سخيف القول والخطبا. عاشوا على هامش الأحداث ما انتفضوا، للأرض منهوبة والعرض مغتصبا. هل من فلسطين مكتوب يطمئنني عمن كتبت إليه وهو ما كتبا؟ أيا فلسطين، من يهديك زنبقة، ومن يعيد إليك البيت الذي خربا؟ شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان، ولكن ما وجدت أبا. تلفتي تجدين في مباذلنا من يعبد الجنس أو يعبد الذهب. فواحد أعمى النعمى بصيرته، فللمنى والأغاني كل ما وهبا. وواحد ببحار النفط مغتسل، قد ضاق بالخيش ثوبا فارتدى القصبا. إن كان من ذبحوا التاريخ هم نسبي على العصور، فإن أرفض النسب. ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي؟ حوافر الخيل عندنا داست الأدب. الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء، ولا نايا ولا ريح صبا، لكنه غضب طالت أظافره، ما أجبن الشعر إن لم يرتكب غضبا. والآن نقدم لكم أسئلة البناء الفكري، وهي: واحد، كيف قابل الشاعر دمشق وماذا طلب منها؟ اثنين، من أين أقبل الشاعر؟ كيف عبر عن حبه لدمشق؟ ثلاثة، مما يشكو الشاعر وما هو سبب نقمته؟ استخرج بيتا يعبر عن ذلك. أربعة، ما مفهوم الشعر في نظر الشاعر وهل توافقه؟ وضح. ما النمط الغالب على النص؟ اذكر مؤشرين مع التمثيل من النص. سادسا، لخص مضمون الأبيات من البيت السادس الحادي عشر ملتزما تقنية التلخيص. والآن نبدأ في الإجابة على أسئلة البناء الفكري، ولكن لاحظ معي ابن الطالب وابنة الطالبة، فإن الأسئلة توضع متسلسلة على حسب تسلسل مضمون النص. فالسؤال الأول إجابته موجودة في الأبيات الثلاثة الأولى، فحينما قال كيف قابل الشاعر دمشق، فإن الإجابة تكون قابل الشاعر دمشق بالحزن والأسى، قابل الشاعر دمشق بالحزن والأسى بعدما فرش لها هدبة. ولكن هذا السؤال فيه جزء ثاني، وهو: وماذا طلب منها؟ وهنا طلب منها أن ترجعه، طلب منها أن ترجعه إلى صباه، أي
أيام الطفولة وأن تمسح عنه الحزن والأسى. وهذا موجود في البيت الثاني والثالث. والآن ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو: من أين أقبل الشاعر وكيف عبر عن حبه لدمشق؟ هذا السؤال إجابته موجودة في البيت الخامس، الذي هو: أتيت من رحم الأحزان يا وطني، أقبل الأرض والأبواب والشهوب. فنقول أو نكتب: أتيت من رحم الأحزان. هذه الإجابة على الجزء الأول: أتيت من رحم الأحزان. الجزء الثاني هو: قابل أو عبر عن حبه لدمشق، عبر عن حبه لدمشق بتقبيل كل ما فيها أرضا وسماء، بتقبيل كل ما فيها أرضا وسماء. والآن ننتقل إلى السؤال الثالث: مما يشكو الشاعر؟ لا شك أن الطالب سيجد الإجابة مباشرة في الشطر الثاني من البيت السادس، وهي: أشكو العروبة أم أشكو لك العربة. أما الجزء الثاني من السؤال، والذي هو سبب نقمته، فيعود إلى الأبيات التي هي تحت البيت السادس، أي من السابع إلى غاية البيت الخامس عشر تقريبا، ويقول ما يلي. إذن أنا نكتب: إن سبب نقمته يعود إلى الواقع العربي المخزي، كون العرب يعيشون على هامش التاريخ وقد ضيعوا فلسطين في خطبهم الجوفاء، والبيت الدال على ذلك هو نفسه البيت السادس. والآن ننتقل إلى السؤال الرابع: ما مفهوم الشعر في نظر الشاعر وهل توافقه؟ وضح. نجيب قائلين: إن مفهوم الشعر في نظر الشاعر هو تعبير عن غضب الشعوب وليس تعبيرا عن هوى النفس أما الجزء الثاني وهل توافقه، نقول: نعم أوافقه، لأن الشاعر لابد أن يكون ملتزما بقضايا وطنه وأمته ليجد لها الحلول لمشاكلها. والآن ننتقل إلى السؤال الخامس، وهو: ما النمط الغالب على النص مع ذكر مؤشرين مع التمثيل لهما من النص دائما؟ نكتب: النمط الغالب على النص
هو النمط الوصفي ومن مؤشراته واحد النعوت والأحوال مثل ثراك الطاهر على هامش الأحداث مكتوب يطمئن وكذلك وجود الإضافات يعني وجود الإضافات كمؤشر ثاني يعني وجود الإضافات مثل أسوار مدرستي رحم الأحزان هامش الأحداث ثالثا وجود الصور البيانية مثل فرشت الهدوء بين قوسين استعارة مكنية رحم الأحزان بين قوسين تشبيه من باب إضافة المشبه إلى المشبه به أي الأحزان رحم فالأحزان مشبه ورحم مشبه به ولكن أضيف في هذه الحالة المشبه إلى المشبه به. والآن نذهب إلى السؤال السادس وهو خاص بتلخيص مضمون الأبيات من السادس إلى الحادي عشر. في هذه الحالة يقوم الطالب بتلخيص الأبيات وإذا طلب النص بأسلوبه الخاص لا بأسلوب الشاعر إلا إذا استدعى الأمر استخدام كلمة ما من النص لكي يربط فيها بين الجمل، ولذا نكتب ما يلي: يشكو الشاعر لدمشق حال العرب الذين ضيعوا فلسطين بالخطب وعاشوا مهمشين لا أرض ولا عرض آملا في أن يجد من يبادله نفس الشعور ويهدي لفلسطين الورود ويعيد لها مكانها بعد التشرد. والآن ننتقل إلى البناء اللغوي، والذي سؤاله الأول يدور حول استخراج أربع كلمات تنتمي إلى حقل الحزن والأسى، ومثلها ينتمي إلى المعجم الوطني القومي. نكتب
حقل الحزن والأسى، نقطة تاني، حقل الحزن والأسى نقطة تاني، جراحي الحزن، أشكو الدمع. الآن حقل أو نقولوا المعجم الوطني القومي، المعجم الوطني القومي، شام وطني العربة وأيضا العروبة، وإضافة فلسطين. والآن ننتقل إلى السؤال الثاني من البناء اللغوي، وهو استخراج صيغة واحدة من صيغ منتهى الجموع مع تبيان وزنها، وهي موجودة بوضوح في البيت الثاني عشر، وهي مبادلنا، وجاءت على وزن مفاعل. لتبيان ذلك دائما نضع الصيغة ثم الفعل منها، فمبادل مأخوذة من الفعل بذل، على وزن فعل. الآن ننظر الحروف الزائدة في الصيغة، وهي الميم والألف، وننقلها إلى الوزن. فالميم في الأول نكتب ميم قبل الفاء في فعل قبل الفاء، ثم نضيف الألف بعد الفاء فتصبح مفاعل. فمثلا لو كتبنا كلمة أخرى، مثلا نكتب قوافل، فهي على وزن فواعل. فواعل، كيف ذلك؟ نأخذ الفعل قفل، نضع الوزن فعل، نضيف له الحروف الزائدة في صيغة قوافل، فهي القاف قبل الفاء، قبل فعل قبل الفاء، ثم الواو بعد الفاء أيضا، لأن فواعل بعد الفاء فتصبح فواعل. هنا وضعنا الفاء التي هي في الصيغة، وضعناها في الأول كما هي، ثم جئنا إلى الواو التي هي في الأصل أيضا موجودة قبل العين، وصارت لنا فواعل، لأن هكذا نكتب الصيغ أو نصيغها. إذا شئنا القول دائما لما نأخذ الصيغة نأخذ لها الفعل، ثم نرتب الحروف الزائدة مع الوزن مباشرة في وزن الفعل، فيصبح لنا الفعل هنالك بإضافة الحروف الموجودة في الصيغة، فيعطينا الوزن النهائي. فقوافل هنا جاءت على فواعل، لأن قفل على وزن فعل، إذن هنا الزيادة هي الواو والألف بعد الفاء، فجاءت فواعل هكذا في النهاية. والآن ننتقل إلى السؤال الثالث والخاص بإعراب المفردات والجمل. ودائما عندما نعرب جملة أو كلمة فإننا ننظر إلى موقعها في الجملة. فكلمة جراحي في كمطلوب أول، فإنها واقعة بعد إن، وإن هنا من النواسخ، فنقول جراحي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء منع
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني على السكون، منع من ظهوره أو ظهورها الثقل. طبعا هنا مبني على السكون، دائما يقولوا في محل جار في الحقيقة، منع من ظهورها الثقل. أما الكلمة الثانية ثوبا، فهي جاءتنا في الجملة قد ضاق بالخيش ثوبا، وفي هذه الحالة نكتب ثوبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فتحة. طبعا لماذا عرفنا تمييز؟ لأننا نقول قد ضاق بالخيش ماذا، وهنا تصبح ثوبا، يعني في الحالة تمييز. أما إعراب الجمل عاشوا على هامش الأحداث، فشبه الجملة على هامش الأحداث، على هامش الأحداث شبه جملة مبنية في محل نصب حال، في محل نصب حال. أما الجملة الموالية يعبد الذهب، فهي جملة يعبد الذهب، جملة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من إعراب، لأنها معطوفة على جملة يعبد الجنس، على جملة يعبد الجنس، وهي صلة موصول. والآن ننتقل إلى السؤال الرابع لاستخراج الروابط التي تحقق الاتساق والانسجام في الأبيات من 12 إلى 16. في هذه الحالة لأنه طلب منا استخراج اثنين مختلفين منها، نستخرج الضمائر وهي ضمير المخاطب الياء هنا في تلفته، تجدين أيضا عندنا ضمير الغائب في بصيرته اللي هي الهاء، وعندنا الواو في ذبحوا، ثم عندنا أيضا رابط آخر الذي هو الأفعال الماضية في قوله أعمت. عندنا أيضا ضاق، وكذلك ذبحوا. لذا سنكتب من الروابط، عندنا قلت الضمائر أن المخاطب، ثم عندنا الغائب، ثم نأخذ الأفعال الماضية ونضع، والمهم أن نختار رابطين فقط. ولذا يختار الطالب غالبا إما حروف العطف مع الضمائر أو حروف العطف مع الأفعال الماضية. والآن ننتقل إلى السؤال الخامس، وفيه يطلب استخراج أو شرح الصورتين البيانيتين في يا شام الموجودة في البيت الثاني ويعبد الذهب الموجودة في البيت الثاني عشر. فنكتب يا شام مجاز مرسل علاقته المحلية بين قوسين المكانية
لأنه أطلق المكان وهو شام، شام، وأراد الحال في المكان، حال في المكان، وهم السكان، وهم السكان. سر بلاغتها، سر بلاغتها يكمن في، يكمن في نقطتين: إعمال الفكر، إعمال الفكر لإيجاد، لإيجاد المعنى المراد من وراء كلمة شام. أما الصورة الثانية يعبد الذهب، أما الصورة الثانية يعبد الذهب نقطتان: شبه هنا الشاعر، شبه الشاعر الذهب بإله، بإله، وحذف المشبه به، وحذف المشبه به، ورمز له بأحد لوازمه على سبيل، يعني على سبيل الاستعارة المكنية. هنا اللازمة هي يعبد، اللازمة هي يعبد، استعارة مكنية. سر بلاغتها هو توضيح المعنى وتقويته، توضيح المعنى وتقويته وتثبيته في الذهن بنقله، بنقله من المعنوي إلى المادي. والآن ننتقل إلى التقويم النقدي، والذي قدم فيه صاحب أو الواضع الموضوع تعريفا للالتزام: في هذه الحالة لا داعي لإعادة كتابة تعريف الالتزام من عندكم، بل حافظوا على التعريف الموضوع أمامكم واذهبوا إلى المطلوب، وهو استخراج مظاهر الالتزام من النص مع التمثيل لها. فنكتب قائلين بعد وضع عناصر على المسودة، وهي بضع عناصر، نكتب حالة العرب المزرية، حالة العرب المزرية. اثنين تضييع فلسطين، تضييع فلسطين. ثالثا محاولة إيجاد، محاولة إيجاد مخرج لهذه المعضلة، لهذه المعضلة. وبالتالي نستعين بالأمثلة من النص، من النص، و بأمثلة من النص، ونوسع في هذه العناصر، في هذه العناصر، حتى نصيغ فقرة، نصيغ فقرة تشمل مظاهر الالتزام كما وردت في النص. والآن نضع ملخصا أو فقرة لهذا التقويم النقدي، فنكتب من مظاهر الالتزام في هذا النص، من مظاهر الالتزام في هذا النص: إظهار الحزن والأسى،
دار الحزن والأسى الذي يعيشه الشاعر، خاصة في قوله جراحي جراحي العتبة الحزن الحزن، ثم التعريج على حال الأمة المخزي بين قوسين: أشكو العروبة أم أشكو لك العربة، لك العربة أشكو لك العربة أشكو لك العربة. وتضييع فلسطين بين قوسين: أطعموها سخيف القول ثم الأمل في إيجاد من يبادله نفس الإحساس، أمل في إيجاد من يبادله نفس الإحساس لإعادة فلسطين إلى عهد الأمن. بين قوسين تكتب: يطمئنني عمن كتبت إليه، وهكذا يمكن للطالب أن يواصل. هكذا يمكن أقول هناك: كتبت إليه، من كتبت إليه. وهكذا يمكن للطالب أن يلتزم ممكن ببعض العناصر ويصيغ هو من عنده فكرة، وربما يرى أمثلة ثانية من النص لكن تكون مناسبة. أتمنى لكم في الأخير أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاولة، ولذا يمكن ملاحظة ذلك في موقعنا أسفل هذا الفيديو، وشكراً.